تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. صناعة اليأس، نقد خرافة الحكومة السرية التي تحكم العالم. في خرافة موجودة بتتمدد عند المثقفين وغير المثقفين، عند المتعلمين وغير المتعلمين، بقى كتير جدا بيتكلموا عن الحكومة السرية التي تحكم العالم. في اعتقاد خرافي غير صحيح علميا ان في حكومة سرية بتحكم العالم وتوجه كل هذا العالم، وان الرؤساء والملوك والحكومات والوزارات كل دي مجرد مناظر وهياكل، لان في حكومة سرية او دولة عميقة عالمية. الدولة العميقة العالمية دي هي اللي بتحكم العالم، وكل الساسة الموجودين دول منظر، انما السلطة الحقيقية توجيه العالم، إدارة العالم من قبل حكومة سرية. البعض بيقول إن المحفل الماسوني هو الحكومة السرية، البعض بيقول جمعية الجماجم والعظام هي الحكومة السرية للعالم، البعض بيقول جمعية الحديقة البوهيمية هي الحكومة السرية للعالم، البعض بيقول نادي بيلدلبرج الشهير هو الحكومة السرية للعالم. إنما في اعتقاد سائد إن في حكومة خفية أو حكومة سرية بتدير كل شيء، وإن الحكومة دي من رجال الأعمال وكبار الأثرياء وكبار الشخصيات، ودول بيلبسوا نظارات سودة ويلبسوا بدل شيك، يقعدوا في أماكن مغلقة نادر إن حد يوصل لهم، والناس الكبار جدا دول، الغامضين جدا جدا دول، هم الحكومة الحقيقية والحكومة السرية للعالم. طبعا ده كلام فارغ، واللي بيقوله ما عندوش اطلاع على علم السياسة ولا اطلاع على العلاقات الدولية ولا تاريخ الصراعات، والكلام ده بيغذي اليأس في نفوس الناس. لما يقولك أصل هما مخططين من كام سنة إن هما يهدوا العراق بالطريقة دي، فيهدوها يعني هيهدوها، أصل هما ناويين يقسموا ليبيا ويقسموا اليمن فيقسموها يعني هيقسموها، أصل هما بعد كده هيجوا على مصر مش هيستريحوا إلا لما يؤدوا إلى تدهور الدولة المصرية، أصلهم بيخططوا من كام سنة علشان يعملوا كذا وكذا. كل الكلام ده كلام غير صحيح علميا. ليه؟ لأن الكل بيخطط، والكل بيتآمر، والكل بيعمل لمصلحته وضد مصلحة الآخرين، لكن ما ينفعش إنك تتصور إن دول آلهة مع الله. اللي يؤمن بإن هذه المحافل والجمعيات السرية تشكل حكومة تدير هذا العالم دخل في دائرة الشرك بالله، لأنه نزع من ملك الله بعض ملكه وأعطاه لهذه الجمعيات السرية والمحافل السرية. أي مؤمن مسلم أو أي مؤمن مسيحي أو أي مؤمن من أي دين يؤمن بالإله الواحد مدرك إن مفيش حد بينازع ربنا في ملكه، ولا ينفع حد يدير هذا العالم بهذه الطريقة إلا الله. ده المنطق الإيماني. لكن للأسف بتلاقي مسلمين كتير جدا، ملايين المسلمين في العالم، بيتكلموا عن الحكومة السرية التي تدير العالم، وإن إحنا لا ناقة لنا ولا جمل، وإن إحنا مسيرين إزاء هذه الحكومة السرية، وإن إحنا لا وزن لنا لا شيء، لأن دول اللي بيحركوا. هنا أزمة اقتصادية، هنا الدولار يقع، هنا الدولار يطلع، هنا الجنيه ينهار، هنا البلد تتقسم، هنا الجيش مش عارف ينقسم، هنا يطلع الجيش الحر، هنا الشرطة تنهار، وإن دول بيحكموا الكون بكامله ويديروا هذا الكون بكامله وبيخططوا لكل ما يجري في هذا العالم من حروب وصراعات وأزمات اقتصادية وما إلى ذلك. هذا التفكير تفكير خرافي، ما فيش ناس كده، ده وهم. الناس اللي بتخلق أشباح في أذهانها ومتصورة إن في ناس مهمة قاعدة في أوضة مغلقة ولا قاعدة في اجتماع مغلق بتدير العالم، دي ناس ما عندهاش عقل وبلا رشد. ما فيش حد عنده هذه القوة، ولا حد عنده هذه القدرة، ولا في جماعة بتدير العالم، ولا في منظمة بتدير الكون. كل ده كلام فارغ. ومن المؤسف إن على يوتيوب وعلى فيسبوك وصحف محترمة، مواقع محترمة، ومثقفين وإعلاميين يتكلموا بجرأة في هذا الموضوع. مش عايزين يبقى ثقافة الشعب ثقافة خرافية، مش عايزين الناس
نتيجه ان الموضوع ده مثير، او نتيجه ان هو في تشويق انك تشوف بقى مين الناس اللي قاعده في مكان ضلمه بتدير هذا العالم، تخطط له ازاي فالناس تؤمن بهذه الخرافات دي. خرافه، مفيش حد بيدير العالم الا الله، مفيش مجموعه ولا منظمه بتحكم العالم، مفيش جمعيه سريه بتدير هذا الكون، ده وهم مش صحيح، مفيش آلهة مع الله، ده كلام لا علميا سليم ولا إيمانيا سليم. البعض بيقول لا، طب راجع نفسك، الجمعيات دي والمنظمات دي لما بتجتمع ليه بتجتمع بطريقة سرية؟ مثلا نادي بيلدلبرج، تلاقوا كلام كتير جدا موجود على جوجل في هذا السياق، يقول لك جمعية بيلدلبرج دي لما تأسست بعد الحرب العالمية الثانية هم اللي قعدوا الكبار دول وقالوا نعمل الاتحاد الأوروبي وعملوه. نفس الكبار دول بعد كده قالوا غزو العراق وغزو العراق. نفس الكبار دول قالوا هنعمل حاجة اسمها الغرب، والغرب ده شرق الأطلنطي وغرب الأطلنطي، يعني من أوروبا ومن أمريكا الشمالية، تلتين أوروبا التلت أمريكا الشمالية، وعملوا كده. الناس دول لما اجتمعوا في ألمانيا هذا العام آلاف من رجال الشرطة بيحرسوا المكان، ممنوع الصحافة والإعلام، الناس الموجودين مهمين جدا، رئيس سي آي السابق، رئيس المخابرات البريطانية الفرنسية الألمانية، وزراء خارجية، شخصيات كبيرة جدا، جون كيري، هيلاري كلينتون، هنري كيسنجر، رئيس كبرى شركات التأمين في العالم، رئيس الشركات الكبرى في العالم إيرباص وغيرها. فالناس الموجودين دول من أهم الناس الموجودين في العالم، موجودين في مكان مغلق، حراسة مشددة، ممنوع أي بني آدم يقرب، الإعلام كله ممنوع، وخرجوا بدون توصيات. فالناس دول هم الحكومة السرية التي تحكم العالم في اعتقاد كده. حتى في أوروبا البعض بيقول هذا الكلام، لكن لما تراجع هذا الكلام هتلاقي أنه كلام لا معنى له، لأنه في النهاية مكان الاجتماع معروف، والدليل أن كل الشرطة دي بتحرس مكان الاجتماع. اتنين، ان الاجتماع ده الناس اللي فيه اصلا ممكن تجتمع من غير سريه. هي هيلاري كلينتون محتاجه مجهود عشان تقابل رئيس سي اي ولا تقابل جون كيري ولا تقابل رئيس المخابرات الالمانيه او البريطانيه او غيرها او رؤساء الشركات الكبيره سيمنز او ايرباص او غيرها؟ كل ده كلام. الناس دول بيتجمعوا نفسهم في منتدى ديفوس، في قمه العشرين، في الامم المتحده، وناس اهم منهم وربما اخطر منهم بيجتمعوا في منتديات كتيره جدا. ايه اللي يخلي هم دول الحكومه السريه؟ اضف ان في مسلمين موجودين، في مسلمين موجودين من اوروبا ومن تركيا كانوا في هذا الاجتماع. مش هنطول في شرح هذا الاجتماع، انما نادي بيلدلبرج في جدل كتير جدا انه ليه سري، مفيش توصيات من الناس ديت، جدل مثير للنقاش وللصحافه. لكن بيلدلبرج او المحافل السريه أو الجمعيات الجماجم والعظام والوهمية وكل ده لا يمكن إن دول يكونوا بيديروا العالم، إنما منطقي إن يكون عندهم طموح لإدارة المجموعة الشمسية. ما أي حد في تنظيم داعش بيقول لك وهنغزو أوروبا وهنغزو أمريكا وناخد بعد كده الصين ونحكم العالم كله، كل واحد عنده اعتقاد، كل واحد على قد عقله. فدول ناس طبعا عقولهم مش قليلة، إنما منطقي يكونوا بيفكروا يحكموا العالم. إنما اللي بيفكروا يحكموا العالم كل الناس اللي في العالم بيفكروا يحكموا العالم، لكن هل في حد بيحكم العالم؟ لا، لا توجد على الإطلاق منظمة ولا حكومة ولا جماعة ولا جمعية تحكم العالم، مش صحيح. إنما في حكومات سرية، مش حكومة سرية، وأي بلد في الدنيا هي حكومة علنية وحكومة سرية. والحكومة السرية إذا جاز التعبير هي أجهزة المخابرات، هي أجهزة المخابرات بتقعد تلتقي كده مع الناس وتتكلم في مؤتمرات صحفية بشكل طبيعي، وهي جهاز المخابرات جمعيات سرية، ده جهاز سيادي في أي دولة بيعمل مع الحكومة مع الرئاسة في هذا البلد. وبالتالي الحكومات السرية هي الأجهزة السرية اللي هي المخابرات، والمخابرات معاها منظمات رجال أعمال، منظمات اقتصادية، منظمات مالية ومصرفية، معاها النخبة الاقتصادية اللي موجودة. لأن أي بلد في الدنيا المخابرات مش بس ضباط المخابرات، المخابرات ضباط المخابرات زائد النخبة الرئيسية الفاعلة في أي دولة، كل دول بيشتغلوا لمصلحة الدولة وأهدافها السيادية. لأن شغل المخابرات
مش بس يبان في الأفلام، شغل مخابرات اقتصاد ومالية عامة وعلاقات دولية ومكافحة تجسس، وفي علم وفي تعليم وفي صحة، كل ده من اهتمام أجهزة المخابرات في العالم الآن. وبالتالي في حكومات وفي رؤساء وفي ملوك وفي أجهزة مخابرات متحالفة أو جزء من عملها بشكل رئيسي التحالف مع النخبة، سواء مسؤولين حاليين أو سابقين في مجال السياسة أو الاقتصاد أو المجالات الأخرى. كل هذه المنظومة هي قوة الدولة، اللي هي المنظومة العلنية والمنظومة السرية الاثنين مع بعض من أجل تحقيق المصلحة القومية للدولة. يبقى إذن هل في ناس تشتغل بشكل سري؟ ده مش سر أصلا، كل أجهزة المخابرات في العالم بتشتغل بشكل سري. فلما يجي حد يعمل نفسه خلاص عبقري ويقول لك لا ده بيشتغلوا بطريقة سرية من أجل كذا، يا أستاذ يا عبقري، هو أساس عمل أجهزة المخابرات في العالم كله إنها بتعمل بشكل سري. فده مش اكتشاف من سيادتك إن أجهزة المخابرات بتعمل بشكل سري. وبالتالي CIA بتشتغل بشكل سري، MI5 MI6 في بريطانيا بشكل سري، المخابرات الألمانية بشكل سري، مخابرات الروسية بشكل سري. فالسرية توجد لدى جميع أجهزة المخابرات والمنظمات والمؤسسات والشركات والجماعات التابعة لها أو المتعاونة معها. هل بقى في جهاز مخابرات بيحكم العالم؟ غير صحيح، ولا جهاز مخابرات في العالم يحكم العالم، إنما بيحكم في بلادي أو يشارك في ذات الشؤون في بلادي تبقى للدستور اللي بيحدد عمل المخابرات، إنما ليه مجال إقليمي أو مجال دولي. فالمخابرات الأمريكية لها نفوذ في العالم، والروسية والصينية لها نفوذ في العالم، في مخابرات نفوذها إقليمي في المنطقة اللي حواليها، وفي مخابرات شغلها كله داخلي لأن جهودها الداخل الخارجية مش كبيرة، إذا دولة ضعيفة أو صغيرة آخرها تحافظ على الأمن الداخلي ما لهاش نشاط خارجي. يبقى إذن في كل الأحوال لا في مخابرات في العالم كله ولا CIA ولا غيرها بتحكم العالم، ولا في حكومة بتحكم العالم، ولا في رئيس بيحكم العالم، ولا في منظمة سرية تحكم العالم، ولا جمعية سرية ولا محفل يحكم العالم. كل ده كذب، كل ده جهل، كل ده لا أساس له من علم السياسة أو علم العلاقات الدولية أو الصراع الدولي. إنما اللي بيحصل إن كل الدول بتسعى لمصالحها وقطعا على حساب الدول الأخرى، وبالتالي الأمر ما فيهوش مؤامرة. فلما يقول لك إن أمريكا بتسعى إلى تقسيم دولة كذا، هو ما فيهوش مجهود. أمريكا لو طلبت تقسم روسيا هتقسمها، ده مش سر ممكن تطلع بيه وتقول إن أمريكا تسعى إلى إضعاف أو إسقاط روسيا أو إسقاط بوتين. ده قالب به تلاميذ أولى ابتدائي لو جبناهم سألناهم هل تسعى أمريكا لإسقاط روسيا؟ هيقول لك نعم. هل تسعى لإسقاط الصين؟ هيقول لك نعم. هل تسعى لإسقاط دول أخرى؟ نعم. طب وهل تسعى روسيا لإسقاط أمريكا؟ طبعا نعم. وهل تسعى الصين لتكون القوة الأولى في العالم وإسقاط؟ نعم. لأن كل الدول بتعمل لمصلحتها وبالتالي ضد مصالح الدول الأخرى. يبقى إذن في حكومات حول العالم، في نخب حول العالم، في جمعيات سرية حول العالم، في أجهزة مخابرات حول العالم، إنما ما فيش شخص ولا جماعة ولا تنظيم ولا جمعية بتدير العالم. الكلام ده ليه؟ لأن دلوقتي بقابل ناس كتيرة بقت مؤمنة بهذه الخرافة، الحكومة السرية اللي بتحكم العالم. ده يعزز ويزرع اليأس في قلوب الناس، ما انت تحس ان انت ولا حاجة وكل اللي حواليك دول ولا حاجة، ان الشعوب كلها كومبارسات ملهاش اي لازمة اصلا في هذا الفيلم. طبعا الكومبارسات حتى لهم لازمة في الاعمال الفنية مع الاحترام ليهم، انما الاحساس انك بتصير كده مجموعات، انما في حد تاني في مخرج عالمي بيدير هذا العالم. لا يدير العالم الا الله زي ما قلنا، انما دي صناعة اليأس فيحبطك، فيقول لك الصوم خلصوا على سوريا وعلى العراق وعلى كذا، وبعد كده هيجوا على مصر وهينجحوا في مصر. مين قالك ان هينجحوا في مصر؟ مين قالك ان هم هيتمكنوا من هذا المشروع؟ ومين قال ان هم كانوا ممكن ينجحوا في العراق؟ هي السلطة لو في العراق سلطة مسؤولة كانت امريكا نجحت، والسلطة لو في اي دولة اخرى سلطة مسؤولة والنخبة مسؤولة كانت امريكا نجحت او غير امريكا كان نجح. الغباء
أخطر مليون مرة من المؤامرة. وزي ما قلنا مرارا، الغباء أخطر على الأمن القومي لأي بلد من التحديات الخارجية. فنقول إن أوروبا تتآمر، أمريكا تتآمر، إسرائيل تتآمر، الصهيونية العالمية تتآمر، روسيا تتآمر، الصين تتآمر، كل واحد من مكانه بيشوف مين المتآمر. الأهم مش المؤامرة، المؤامرة ممكن تكون 10% من السياسة، إنما 90% هو استقبالك لهذه المؤامرة. فزراعة اليأس بالجمعية التي تحكم العالم، أو المحفل الذي يحكم العالم، أو الرئيس الذي يحكم العالم، أو المخابرات تحكم، كل ده كلام هدفه يهدك من جواك، تبقى أنت مستسلم قبل ما يجي، يبقى أنت منتهي قبل ما يبدأ. يبقى أصلا العدو ده جاي على حطام، جاي على بقايا، جاي على لا شيء، ناس مستسلمة لقدر الهزيمة وراحة اليأس. ده أصلا العدو مش محتاج يعمل مجهود، ما أنت انتهيت أصلا من نفسك، لأنك مصدق هذه الخرافات إن هم هيقسمونا وهينجحوا إن هم يقسمونا، وهم كاتبين الكلام ده وقالوا الكلام ده بركات حكماء صهيون، وقالوا الكلام ده في كتاب كذا. خلاص اللي مؤمن بقى بهذه الخرافات وإن هم دول قادرين على كل شيء، وإن هم بيسيروا هذا الكون، وإن هم بإيديهم يرفعوا هؤلاء ويخفضوا هؤلاء، وبإيديهم حركة كل شيء في هذا الكوكب، أنت بقى دخلت في دائرة تانية، أنت بتتكلم في دائرة خارج الإيمان وخارج العقل. الخلاصة في هذا الأمر، وإحنا إزاء حرب نفسية شديدة، جزء من هذه الحرب هو الغباء في استقبال معالم هذه الحرب لدى البعض، فيجري الترويج إن إحنا أمة مهزومة لا محالة، ودول مهزومة لا محالة، وإن في كبار أكبر وأخطر مننا هيقدروا يسحقونا في أي لحظة، وإن الكبار قادمون، سواء بقى الكبار الغامضين أو الكبار الواضحين، الناس اللي في السلطة أو الناس اللي في الغرف المظلمة اللي هم بيديروا العالم بلمبة صغيرة أو بشمعة بيفكروا فيها أو بيفكروا من حولها كيف يديروا هذا الكون. الهزيمة في النفس قبل ما تكون من العدو، والاستسلام في العقل قبل ما يكون من الآخر، والحرب النفسية إنك تنتهي من تلقاء نفسك، وإنك تأكل خلاياك بنفسك، وإنك تنتهي بترويج فكر الخرافة والتخلف. لن نمضي خطوة واحدة إلى الأمام إلا بالفكر العلمي، لن نمضي إلى المستقبل إلا بالتفكير العلمي. والتفكير الخرافي ونشر الكلام غير المظبوط، كل ده ممكن يمشيك خطوتين ثلاثة، إنما في النهاية لن يستقيم وطن إلا بالعلم وبالمنهج العلمي وبالتفكير العلمي. إنما هذه الخرافات وهذه الأساطير عن الناس اللي بيحكموا العالم، وإن إحنا ولا حاجة في هذا العالم، وهم كل شيء في هذا العالم، صناعة اليأس في قلوب المصريين والعرب والمسلمين، طبعا دي صناعة تدميرية وتخريبية ينبغي أن توقف. يمكن من أفضل الكلمات اللي قالها باراك أوباما هي كلمة صناعة الأمل، وإحنا في أمس الحاجة إلى صناعة الأمل. دكتور أحمد زويل كان شعار مدينته ولا يزال مصر تستطيع، أكيد نقدر. والناس اللي بيهدوا فينا هم الناس اللي بيقولوا إن إحنا لا حيلة لنا ولا وزن لنا ولا قدرة لنا، وإن الآخرين في هذه المحافل والجمعيات والحكومات السرية يديرون العالم ونحن من بين هذا العالم. لما حد يقابلك ويقول لك في حكومة سرية بتحكم العالم، لما يقول لك شفت فيلم كذا عشان تعرف إزاي بيديروا العالم، شفت رمز جزا اللي موجود في كذا وظهر بعد كده، شفت هم خططوا لكذا وحصل كذا، قولوا أنت بتقول كلام غير علمي، وده كلام فارغ وفي تفسير علمي لكل هذا الكلام. إنما ده لا يلغي التخطيط، إن في تخطيط هناك، بس تخطيط بجد، مش التخطيط اللي احنا بنصوره بطريقة سينمائية وأسطورية. في تخطيط، مراكز بحث، جامعات، وزارات، مؤسسات، هيئات، نخبة، أجهزة، كل دول بيخططوا من أجل مصلحتهم وضد مصالح الآخرين. اسمه التخطيط، مش اسمها المؤامرة العالمية الكونية اللي بيديرها 3-4 أشخاص بيديروا هذا العالم ويحركوه كيف يشاءون. التخطيط يواجهه التخطيط، والعلم يواجهه العلم، والمؤامرة تواجهها المؤامرة، والعقل يصمد أمامه العقل،
ولا يمكن للخرافة أن تصمد في مواجهة الذين يخططون. لا صحة لوجود حكومة سرية تحكم العالم. عمر جيفارا: الثورة ليست مستمرة. سمعنا في أعقاب ثورة 25 يناير بعض الناس يقولوا الثورة مستمرة. وقتها كان في ناس كتير مخضوضة، ما عندهاش علم كتير في السياسة، ما عندهاش متابعة كبيرة لما يجري، فالناس دول كانوا بيقولوا إن الثورة مستمرة ورا الناس اللي بيقولوا الثورة مستمرة. لكن الحقيقة ما فيش حاجة اسمها الثورة مستمرة. الثورة تؤدي مهمة وبس، والناس ترجع تقعد في بيوتها وتشتغل. ما فيش ثورة مستمرة. في الشعب يقعد في ثورة قعد 10 20 30 50 سنة. الناس بتعمل الثورة علشان تحقق هدف، لكن ما تقعدش تحترف الثورة. ما فيش سائر محترف. لكن مين اللي قال الثورة مستمرة؟ جيفارا، أسطورة الثائرين تشي جيفارا، هو اللي قال الثورة مستمرة. ويطلع من ثورة يخش في ثورة يخش في ثورة، ويطلع من بلد يخش بلد يخش بلد، وشغال ثورات مدى حياته، وهو صاحب شعار الثورة مستمرة. لكن المفاجأة أن عمر جيفارا ابن تشي جيفارا، اللي تم كشف النقاب عنه أنه هو ابن الثائر العالمي تشي جيفارا، كاتب مكسيكي قال أنه عمر جيفارا هو ابن جيفارا من خارج الزواج، وأنه هو تخرج في جامعة هافانا، بيدرس درس لغة إنجليزية أدب إنجليزي، عنده 4 لغات، رسام متمكن، شاعر معروف جدا، أديب ومثقف معروف جدا في أمريكا اللاتينية. هافينغتون بوست قالت أنه عمر جيفارا اتكلم وقال نقطتين مهمتين بالنسبة لنا. النقطة الأولى أن والده جيفارا كان ملحد، مش مؤمن بأي دين. جيفارا كان ملحدا. عمر جيفارا قال لا، أن الإيمان ضروري. صح اتجه للبوذية، بس في النهاية شاف أن الإلحاد وعدم الإيمان بأي دين هو أمر صعب جدا، وأن لازم يكون في روحانيات لدى الإنسان. وده بينبهنا لحاجة مهمة جدا، احتياج العالم إلى الروح. ولولا الجماعات المتخلفة التي أساءت إلى هذا الدين، كان الإسلام هو اللي عليه الدور الرئيسي أن يقوم بالإشباع الروحي والنفسي لكل اليائسين في العالم. نمرة 2، هو ضد رؤية والده أن الثورة مستمرة. هو رأيه الثورة حدث يقعد مدة صغيرة جدا وينتهي. ما فيش حاجة اسمها الثورة مستمرة. وبتعبير ابن جيفارا، لا توجد ثورة مستمرة، يجب أن تكون الثورة قصيرة جدا جدا. إذن قبل كده تكلمنا من زمان وقلنا الثورة ليست مستمرة ولا ينبغي أن تكون مستمرة. ورأي كتير جدا من علماء السياسة أن الثورة لا ينبغي أن تكون مستمرة. إنما المرة دي جاية من ثائر من أمريكا اللاتينية عمر جيفارا، الذي يقول أن الثورة يجب أن تكون قصيرة جدا ولا يجب أن تكون ثورة مستمرة. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي.